ايه اللي حصل بقى في موضوع صلاح وإصابة صلاح؟ ان انت برضو جزء من الموضوع ده، ايه يعني ايه اللي حصل من تسلسل الاحداث؟ بص، إصابة كل الإصابات قدرية طبعا، بس يمكن دي عشان إصابة عضلية بيبقى ليها حسابات كتير وبتقعد تدور ورا الأسباب. هو الموقف الرئيسي اللي حصل إن صلاح في الدقيقة ما بين 30 و 31 كان بيغير ملعب جامد، بيحط باور 100% عشان بيغير ملعب محمد حمدي. الكرة قلشت أصلا، ممكن يكون حاجة في الأرض، الكرة اتغيرت اتجاهها. المهم إن صلاح شاط الهوا، فلما شاط الهوا هو بيحط بطن رجله في اقصى الشمال عند محمد حمدي، رجله اصلا قلشت، فلتت راحت كده كانه بيعمل اطاله بالظبط. فطبعا اتعملت بسرعه جامده، فحصل ريفلكس في العضله، لان العضله ما كانتش ده الاتجاه اللي هتشتغل فيه ولا فالريفلكس الجامد ده عمل اللي هو مش عايز اسميها مزق او شد يعني، بس هو اللي عمل الاوفر ستريتش في العضله. اعلنت خلاص المزق، عمل المزق في العضله. يعني بغض النظر عن ده يعني كلمه طبيه اكتر، في الاخر هو موضوع مثلا ما جاش في سبرنت ولا بسبب تراكم حمل ولا لا، بيحط بطن رجله جامد، كرة قلشت فشاط الهواء زي فاهم. ويمكن اتاكدنا من ده منه طبعا بعد ما طلع على طول، قال لك انا حصل 1 2 3. وفي نفس الوقت هو كمل بعديها، ما طلعش على طول، ما هو كمل بعديها لان حصل الريفلكس. وهو حتى في هتلاقي في الفيديو في الصور، يعني هو لما قلشت الكرة كان بيرجع بظهره سبرنت، اول ما اللعبه وقفت راح حاطط ايده على الخلفيه، بعد كده راح جرب يعمل لها اطاله، حس بالشكه. او هو حتى بعديها بيقول انا حسيت ان هي بتنبهني يعني ان في حاجه. هو خرج بعديها غالبا في الدقيقه 37 او 38، كان في كوره اضطر ان هو يبذل فيها يعمل فيها ماكسيم سبرنت مع مرموش، كانت غالبا 2 على 2 او كونتر اتاك لينا يعني، فهنا حط الماكسيم سبرنت وبعديها وقف لانه تاكد ان العضله فيها حاجه يعني. فهي الناس تبان هو قاعد ليه يعني، حتى هو عيني صلاح اول البطوله وفي التوقيت ده وبعديها بيتم انتقاده، وهو يعني بالعكس الراجل حاول من 30 لغايه 38، هو مش عايز يستسهل انه يطلع، واللعيبه طلبت منه يبقى في الملعب. فهو انما هي اصابه، واصابه متوثقه بالفيديو، وكان ده النقاش ما بيني وما بين مدربه يعني.